شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر مراسم أداء اليمين القانوني للمعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الشريعة والقانون والشرطة والحقوق دفعة 2016 بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتمت مراسم اليمين للدفعة 2015 بناء على قرار لرئيس الجمهورية وذلك بإجمالي 533 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة للدفعتين. هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من المستشارين الجدد بهيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الشريعة والقانون والشرطة والحقوق دفعة 2016. ربنا كرمنا بالتعيين الحمد لله في هيئة عريقة من أقدم الهيئات القضائية الموجودة في الشرق الأوسط مش في مصر فقط، هي هيئة قضايا الدولة. إن شاء الله ربنا يسدد خطانا ونكون على قد هذه المهمة الثقيلة علينا بإذن الله. يعني أنصح يعني الشباب أن يجتهدوا، ولكل مجتهد نصيب، يعني وكان وعد ربي حقا فعلا، أن في النهاية ربنا أعطانا حقنا الحمد لله. حلف اليمين هو بمثابة تحقيق حلم صبرت عليه سنوات طويلة، وأنا أصلا كنت معايا كلية تانية، كلية فنون جميلة، وكان حلمي أن أنا أوصل لهيئات قضائية، والحمد لله ربنا حقق حلمي النهاردة. أنا أصلا ثانوية عامة كنت جايبة حاجة في 90، بس كنت مقررة أن أنا لازم أدخل المكان دوت، دخلت حقوق والحمد لله، والحمد لله ربنا كرمني، يعني حلف اليمين بيمثل لي حلم حياتي. عملت ماجستير وبحضر دكتوراه، وطبعا فخر ليا وشرف ليا تعييني في هيئة قضائية عريقة زي هيئة قضايا الدولة، وأتمنى أن احنا نكون قد المسؤولية إن شاء الله، ونكون دايما نرفع راس اسم مصر دايما فوق دايما بإذن الله. كانت حاجة يعني قمة في السعادة وشعور لا يوصف، والنهاردة شعور يعني إحساس ما يتوصفش حقيقي. أنا سعيت للموضوع ده ومن أول سنة ليا في الكلية لحد ما ربنا كرمني الحمد لله وطلعت بتقدير تراكمي جيد جدا، مرتبة شرف الحمد لله. بتقدم بخالص تهنئتي وتقديري لأولادنا من المتفوقين في كافة الجامعات المصرية من الشمال حتى الجنوب، وبتقدم لهم بخالص التهنئة، وبتمنى لهم دوام التوفيق في عملهم الجديد في حماية المال العام ومساعدة هيئة قضايا الدولة على النهوض والرقي دائما.